وانضم الينا من رام الله احمد ذكرنا الباحث في الشؤون السياسيه. سيد احمد، يعني هنا اسرائيل بالفعل لم تكتفي بشن هذه السلسله من الهجوم اللفظي ضد غوتيريش، ولكنها يعني هددت باتخاذ اجراءات، بل وتحاول دفع الولايات المتحده لاتخاذ اجراءات اكثر تشددا تجاه الامم المتحده. تعقيبك على هذا الامر. صباح الخير عليك سينار وعلى مشاهدينك الأعزاء. والله الجيش الإسرائيلي لم يقم بهذه التعديات للمرة الأولى، هذه هي سياسة هذه الحكومة وهذه الدولة منذ أن أنشئت. هي أنشئت بالقرار 181، ومن ثم لم تتوافق مع أو توافق الأمم المتحدة على أي من قراراتها منذ ذلك الحين. ومنذ ستينيات القرن الماضي هي لم تحترم قرار أممي واحد. بهذا المعنى هذه الدولة دولة مارقة بحسب القانون الدولي، وستصل إلى الانعزال الكامل. وعلى ما أعتقد أنه سيكون هناك مشروع قرار في الجمعية العامة لطرد هذه الدولة من الأمم المتحدة، وهذه ستكون فاصلة دبلوماسية مهمة. الإشكال الأكبر الآن أن الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية يعني بشكل عام والإدارة الحالية بشكل خاص، وكأنها تدير مع حكومة الاحتلال ومع دولة الاحتلال عملية خداع استراتيجي لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، وكل ما يدور حول الخلافات الأمريكية الإسرائيلية والخلافات الإسرائيلية الداخلية ما هي إلا يعني وكأنها قنابل دخانية للتعمية والتمويه على المخطط الأساسي، وهو مخطط أن تكون غزة مركز اقتصادي ومركز سياسي في منطقة الشرق الأوسط الجديد الذي أشار إليه نتنياهو قبل هذه العملية في 7 من شهر أكتوبر. حتى خلافات بني جنس وانسحابه من الحكومة أنا بشكل خاص أقرأها يعني بطريقة أخرى، قد يتفق معي أو يختلف معي بعض الزملاء، ولكن هذه الاستقالة يمكن أن نقرأها على وجهين: وجه يريد محاصرة نتنياهو، هذا إن صدقت النوايا، عبر ممارسة المزيد من الضغوط الأمريكية والدولية والداخلية على هذا الرجل المتطرف مع حكومة الائتلاف، ائتلاف التطرف الديني داخل دولة الاحتلال، وتحشيد الشارع ضده من خلال الدفع بقوة بني جنس وحزبه وأنصاره للانضمام إلى الشارع، وتحريض لربما النقابات والمنظمات العاملة إلى أهالي الأسرى، فضلا عن محاولة استنزاف نتنياهو من خلال الضغوط الداخلية والخارجية التي يمكنها حاليا أو يمكن حاليا أن يقوم بها جالنت داخل الجيش، وهو الوجه الذي استبدلته الولايات المتحدة في مجلس الحرب المصغر مكان بني جنس وإيزنكوت. ويعني منتظر من جنت إذا كانت هذه هي الواجهة أن يقدم استقالته هو وعدد من اليكود كي يستطيع إسقاط هذه الحكومة، خاصة وأن هذه الحكومة على المستوى البرلماني على مستوى الكنيست هي قوية وما زال لديها القوة الشرعية داخل الكنيست. ومن هنا يمكننا أيضا أن نقرأ يعني هذه العملية في الوجه الآخر، الوجه الذي نرتاب منه أو أرتاب أنا منه، ويشير ربما إلى ما يمكن أن نسميه بعملية الخداع الاستراتيجي، هذا الخداع الذي يحاول إيهام المقاومة والجانب العربي والجانب الفلسطيني أننا نضغط على حكومة الاحتلال وعلى دولة الاحتلال، وعليه يجب أن توافق قوى المقاومة على ما قدم من قبل بايدن من مشروع هو في حقيقة الأمر يثبت الانقسام الفلسطيني وينهي ويصفي القضية الفلسطينية. هذا ما تريد أن نفهمه أو تفهمه المقاومة مع هذه المحاولات، فتقع في
شرك أو فخ أن توقع على ما تقدم، وهو لم يشر بأي حال من الأحوال إلى الرؤى السياسية التي تخدم القضية الفلسطينية. وننتهي من هذا الملف الذي تدفع به كل النظم الدولية اليوم إلى ضرورة الانتهاء والخروج من مشهد المأزق الإسرائيلي بعد فشل العملية العسكرية في قطاع غزة. وهذا يعني باعتراف جميع الأطراف بما فيهم بني غانتس وتجريد المقاومة من الورقة الأخيرة التي تمتلكها، وهي ورقة الأسرى. وهنا علينا الانتباه للأمور التالية سينار. هذه الاستقالة، استقالة جالانت بني غانتس آسف، جاءت عشية عملية النصيرة، وهي العملية التي ادعى الإعلام الإسرائيلي وأنصاره حول العالم وفي المنطقة العربية على أنها عملية كبرى وصورة انتصار، وهي من المفترض أن توحد ولا أن تفرق. لا أن تفرق. أن تأتي أيضا قصة هذه الاستقالة، نعم هي معلن عنها منذ ما قبل شهر من اليوم، ولكن أن تأتي بعد الحديث المعلن من قبل الإسرائيليين أن عملية النصيرات سبقها عملية تمويه ميداني وتمويه سياسي كبير، وأقر بها بني غانتس حينما يعني أجل مؤتمره الأول، وقال أنه كان يعلم بالخطوط العريضة عن هذه العملية، وأن هذه العملية أيضا تأتي قبل يوم واحد من زيارة بلينكن للمنطقة، والتي هي من المفترض تأتي للدفع بعملية السلام وبالصفقة. أن تأتي أيضا عملية يعني الاستقالة بعد ما قيل عن مشاركة القوات الأمريكية في هذه العملية على الوجه الميداني واللوجستي والاستخباراتي. هذا يأخذنا إلى المشكلة الأساس في تعامل الإدارة الأمريكية مع هذا الملف تحديدا، شكل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. يمكنها أن توضح لنا أين تأتي أو إلى أين تسير الإدارة الأمريكية؟ يجب أن ننتبه إلى أن العلاقة ما بين الطرفين ترتبط بثلاث مستويات أساسية. المستوى الأول مستوى عسكري أمني استراتيجي لا يمكن تخطيه تحت أي حال من الأحوال. المستوى الثاني هو المستوى السياسي والدبلوماسي، والذي يوجد فيه لربما بعض المجالات والتحركات من الخلاف والخلافات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين. المستوى الثالث وهو الأهم والأخطر بالنسبة لهما، للإدارة الأمريكية ولدولة الكيان الإسرائيلي، هو المستوى ما يعرف بالدبلوماسية الشعبية أو المستوى الشعبي، وهو ما خرج من بين أيديهم حينما خرج هؤلاء الطلاب المناصرين للقضية الفلسطينية سواء في واشنطن أو في الجامعات الأوروبية بشكل عام، وهو ما قد يؤثر بشكل واضح وصريح على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى وجه إسرائيل بشكل عام.